السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي في عالم ام هبه. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله غنصايب الريب ديال المحلبات، كيجي زوين ورائع في المذاق بطريقه سهله وكيجي ناجح 100%. اللي بغى يعرف معايا الطريقه تبع معايا الفيديو. الاخر باش يتعرف على الطريقه ديال الريب ويجي ناجح ان شاء الله. الا صيبته يجيكم ناجح. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. وندوزو دابا لطريقه التحضير ديال هذا الريب. نحتاج لي عندي هنايا فانيا دانون، ومن احسن ديرو دانون بنكهه الفاني. عندي هنايا السكر على حسب الذوق، ونحتاج الحليب. عندي هنا يطرو ديال الحليب. بسم الله نبداو على بركة الله. هنايا غنزيد السكر، السكر دائما كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، ما نكتروش بزاف باش ما يجيناش حلو. درت هنايا معلقة كبيرة ونص، ونشوف الا خصني نزيد السكر. ما خصناش نديرو حلو بزاف، ما كيجي زوين الا درنا حلو بزاف. خصنا نديرو عادي، ما يكونش مصوص ما يكونش حلو. وغنزيد هذا السكر فاني، وغنحرك مزيان حتى يذوب ليا هذا السكر، وغنخلي هذا الطانون حتى الاخر حتى يغلى الحليب، ونخلوه حتى يبرد عاد غنديرو هذا الطانون. دابا غنحط هذا الحليب يغلى حتى كطلع فيه الغليه مزيان، عاد غنطفي عليه. صافي دابا بعد ما غلى الحليب طلعت فيه الغليه، غنخليه حتى يدفى عاد غنزيد عليه دانون اللي بقى ليا. دابا بعد ما خليت الحليب حتى دفى، دابا غنزيد عليه دانون. بسم الله غنحركوه شويه حتى يتجانس بحال هكايا. ما خصناش نديرو دانون والحليب باقي سخون، قدرنا دانون والحليب باقي سخون كيخسر لينا، ما كيبقاش زوين. خاصنا ضروري نخلوه حتى يدفى. دابا غنخويه هنايا في هذا الكيسان. بسم الله صافي. دابا بعد ما درتو هنايا في الكيسان غنغطيه. هاو دابا غطيته بحال هكا بلاستيك على هاد الطريقة. وغنجيب واحد الملاية بحال هكايا، غنديرها هكا، غنحطو بحال هكايا في الوسط، وغنغطي عليه على هاد الطريقة. منخليش البرد يدخل ليه، نغطيه مزيان على هاد الطريقة بحال هكا باش ميدخلش ليه البرد. بحال هكا على الطريقه ما نخليش البرد يدخل لي. هذا هو الريب ديالنا بعد ما صيبناه وخليناه لمده 8 ديال السوايع. ها هو كيفاش جا، كيجي زوين، كيجي ناجح، كيجي زوين. ها نتوما كيفاش كيجي، واخا تقلب الكاس بحال هكا ما كيطيحش. شوف دابا بالمعلقة بعد ما كنصايبو الريب ونخلوه 8 ديال السوايع، كنحطوه في الثلاجة حتى كيبرد. كيجي زوين وكيجي لذيذ وكيكون ناجح. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها، طريقة سهلة وبسيطة وناجحة. الى عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.